سمعت انه في رئيسة قسم تزوجت وسافرت تعمل شهر عسل. قصدك ست منال يعني؟ ست منال، شو قصتها؟ ما لها قصة، تجوزت وراحت تعمل شهر العسل. بس حضرتها سافرت واخذت مفتاح الخزانة معها. سيدي كلها اسبوعين زمان وبترجع. اه، ومين بده ينوب محلها خلال فترة غيابها؟ يا دكتور شغله مو محرزه، كلها اسبوعين زمان بترجع لوظيفتها، يعني مو محرزه نعين وحده مشان الشغله. ها، ومعاملات الناس على حساب مين بدها تتاخر؟ شبك سكتت؟ مثل ما بتامر، مثل ما بتريد، اللي بتريده بيصير. بكره بنعين وحده بدالها رئيسه قسم. بتكلف الست فاطمه بتسيير امور القسم لبين ما ترجع، وبعدين بتشكل لجنه بتفتحوا الخزانه بتطالعوا الاوراق والمعاملات والختم. وارجو انه هالقصه ما تتكرر مره ثانيه.